السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، درسنا اليوم في اللغة العربية بعنوان اسم تفضيل. اسم تفضيل بمادة الصرف والتحويل. نلاحظ أولا الصورة: طائرة، سيارة. نقارن الطائرة مع السيارة ونقارنهم في السرعة. في نظركم من الأسرع، الطائرة أم السيارة؟ الطائرة أسرع من السيارة. أسرع اسم تفضيل، اسم تفضيل. الفعل هو صرعة، صرعة. نلاحظ الصور، لدينا هنا البحر ثم النهر. البحر أكبر من النهر، قارنا كبر البحر والنهر. البحر إذن أكبر من النهر. أكبر اسم تفضيل من فعل كبر. لدينا أسد وحيوانات، نقارن الأسد مع باقي الحيوانات. نقارن في الشجاعة نقول الأسد أشجع من الحيوانات. أشجع اسم تفضيل من فعل شجع. وجملة لدينا: الرسول أعظم الناس. أعظم اسم تفضيل من فعل عظم. يشتق اسم التفضيل على وزن أفعل. أفعل بالنسبة للمذكر وفعل بالنسبة للمؤنث. فنقول مثلا: محمد أفضل الرجال، ومريم فضل النساء. أفضل هو اسم تفضيل للمذكر. فضل هو اسم تفضيل للمؤنث. يشترط في الفعل الذي يشتق ويؤخذ منه اسم تفضيل على الوزن شروط، أهمها أن يكون فعلا ثلاثيا، ثلاثة أحرف. مما زاد على ثلاث أحرف نحو استفهم، تدحرج، كاتب، لا نصوغ منهم اسم تفضيل على وزن أفعل. الشرط الثاني أن يكون تاما، فلا يصاغ من الأفعال الناقصة. مثلا: كان وأخواتها، لا نصاغ منهم اسم التفضيل. أن يكون الفعل متصرفا، فلا يصاغ من الفعل الجامد الذي يلزم صيغة واحدة، مثل نعمة، بئس، عسى، ليس.
لا نأخذ منهم اسم التفضيل. أن يكون معناه قابل للتفاضل والتفاوت، فلا يصاغ من الفعل الذي يأتي دفعة واحدة، من الفعل الذي يأتي دفعة واحدة مثل مات، فلا نأخذ منه اسم تفضيل لأنه دفعة واحدة. فعل الوزن اسم تفضيل ثم وزنه، الفعل كبرا وزنه فعلا. لاحظوا جيدا الألوان، ك ف ك تساوي ف، ب تمثل ع عو بالضمة، الراء تمثل اللام. نأخذ اسم التفضيل، كيف؟ كبرا كبرا، ثم نضيف إليه الألف ونقول أكبر على وزن أفعل. هكذا نأخذ اسم التفضيل من الأفعال. الفعل الثاني عظم عظم، وزنه فعل. نلاحظ الألوان، أعظم نضيف أ للفعل على وزن أفعل. ننتقل إلى فعل ثالث، سرعة فعل، اسم تفضيل نضيف للفعل ألف في الأول أسرع فيكون على وزن أفعل. هذا ولد ولد، بنت ولد مذكر، البنت نقول مؤنث. أكبر أكبر للمذكر وكبرى للمؤنث، هناك اختلاف بين المذكر والمؤنث. أعظم للمذكر، عظمى للمؤنث. محمد مفضل مفضل مفضل، اسم تفضيل اسم تفضيل أعظم أعظم. المفضل عليه المفضل عليه الناس، محمد أفضل أو أعظم الناس. البحر أكبر، البحر مفضل مفضل. أكبر اسم تفضيل، من النهر مفضل عليه مفضل عليه. الفعل الثلاثي، كيف نأخذ اسم تفضيل؟ حسن أحسن، أحسن بالنسبة للمذكر وحسنى بالنسبة للمؤنث. كبر كبر، أكبر بالنسبة للمذكر وكبرى بالنسبة للمؤنث. صغر صغر، أصغر بالنسبة للمذكر وصغرى بالنسبة للمؤنث. بالنسبة للفعل الغير ثلاثي، رباعي أو خماسي أو أكثر، كيف نأخذ اسم تفضيل؟ ننتبه جيدا، لدينا عمارات عمارات، ولدينا منزل
منازل، العمارات والمنازل. نقارنهم في الارتفاع، الارتفاع، ونقول العمارات أكثر. نضيف كلمة جديدة، أكثر، أكثر ارتفاعا، ارتفاعا من المنازل. العمارات أكثر ارتفاعا من المنازل. دائما في الفعل غير الثلاثي نضيف كلمة جديدة. البلبل، البلبل، والحمامة، الحمامة. نقارنهما، نقارنهما في التغريد، في التغريد، فنقول البلبل أروع تغريدا من الحمامة. تغريد، تغريدا، نضيف كلمة جديدة وهي أروع، أروع، أروع. تمرين، اكتب اسم تفضيل. المدينة، المدينة من القرية. نقارن المدينة والقرية من ناحية الكبر، الكبر. ماذا نقول؟ العسل، العسل، نقارنه مع المربى من ناحية النفع، النفع. نقارن الزرافة، الزرافة مع باقي الحيوانات من ناحية الطول، الطول. ماذا نقول؟ فاطمة، فاطمة، نقارنها مع باقي الأخوات. ماذا نقول؟ نقارن من ناحية الصغر، الصغر. هذه النبتة من تلك، نقارن النبتة من ناحية اللون الأخضر. المدينة، المدينة أكبر، نضيف الألف، أكبر من القرية. صحيح، المدينة أكبر من القرية، أكبر. العسل مع المربى، ماذا نقول؟ أنفع، أنفع، نضيف الألف، أنفع من المربى. الزرافة، الزرافة أطول عنقا، أطول من الحيوانات، أطول، أطول. نقارن فاطمة مع الأخوات فنقول فاطمة صغرى. لماذا أضفنا الياء في الأخير؟ لأن فاطمة مؤنث، مؤنث. هذه النبتة نقارنها مع تلك في اللون الأخضر. أشد، نضيف كلمة جديدة. بالنسبة للألوان دائما نضيف كلمة جديدة، فنقول أشد، أشد خضرة، خضرة من تلك. فعل، اسم تفضيل. كبر،
كيف نصيغ اسم تفضيل؟ ماذا نقول؟ عظم اسم تفضيل، حسن اسم تفضيل، ارتفع اسم تفضيل، تقدم اسم تفضيل. نمر للتصحيح. كبر أكبر بالنسبة للمذكر وكبرى للمؤنث. انتبهوا جيدا، نضيف الياء بالنسبة للمؤنث. أعظم بالنسبة للمذكر وعظمى بالنسبة للمؤنث. نركز جيدا. أحسن وحسنا. ارتفع هو فعل ثلاثي؟ لا، إذن لابد من إضافة كلمة جديدة، فنقول أكثر ارتفاعا. أكثر ارتفاعا، لماذا؟ لأنه فعل غير ثلاثي. تقدم نحسب هو فعل رباعي أربعة أحرف، إذن ضروري من إضافة كلمة جديدة لنأخذ اسم تفضيل، فنقول أكثر تقدما. بالتوفيق لكم وإلى اللقاء.